سامدوريا كارياري الدوري الايطالي سيري اي وين شاهدنا الجوله 33 وين كانت مباراه قويه وين شاهدنا سامدوريا وين فاز بثلاث اهداف لصفر امام كارياري شاهدنا الهدف الاول مانولا اللي سجل في الدقيقه الثامنه شاهدنا كيفاش فيدريكو في الدقيقه 40 فيدريكو يعود ويسجل في الدقيقه 53 يعني كانت مباراه كانت من جانب نقولوا باللي رغم ان كارياري في الشوط الثاني حاول العوده في النتيجه حاول في الشوط الاول لكن رده فعل تاعو ما كانتش قويه امام لاعبين التشكيله تاع سامدوريا اللي كانت شنا ايمانويل في الحراسه اللي لعب دور كبير شنا فابيو شنا مايا شنا عمر كوليبالي كولي شنا توماس كارلو يعني مورتين نقولوا بلي كانت شنا كيفاش إلينسون من جانب كارياري في الحراسه شنا فابيو شنا اندريا ناهيتا شنا نادياز شنا كيفاش جاو شنا باولو البارتو شنا كيفاش غارستو يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراه كانت من جانب واحد كانت من جانب سامدوريا اللي عرفوا كيفاش يسجلوا اهداف ويحافظوا على الشباك تاعهم خاصه في الدفاع ما عطاوش حلول بزاف ما خلاوش حلول بزاف الكارياري رغم ان كارياري الشوط الثاني كان مغاير وين لعب شفنا كيفاش التمريرات 490 تمريره 52% نسبه استحواذ 48% بالنسبه لسامدوريا 442 تمريره فقط لسامدوريا لكن سامدوريا بعد ما ضمن النتيجه شفنا كيفاش تراجع الوراء بعد ما كان كلوديو رانيري اللي لعب خطه 4-4-2 شفنا والتر المدرب تاع كارياري اللي دخل بخطه 3-5-2 شفنا كيفاش تغيرت الخطه في الشوط الثاني وين والتر تاع كارياري لعب خطه 4-3-3 شفنا كيفاش كلوديو رانيري يغير الخطه تاعو قاعد يلعب بربعه واحد يعني كانت المباراه خاصه في الشوط الثاني كانت تكتيكيه ما بين المدربين شاهدنا كيفاش انتهت المباراه في الجوله 33 سامدوريا 3 اهداف كارياري 0 في الدوري الايطالي سيري اي.